فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند إنزال الميت في اللحد فإنه يحل أربطة الكفن، ما الحكمة من ذلك؟ توسع، يجري توسع، لأن العصائب هذه تضيق عليه، وأيضا هو تغير جيفته وحاله، يمكن يتضخم في القبر، تضيق عليه هذه الأشياء. الله المستعان. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.